متحمس من اجل مشاهده مباريات كبيره في الدوري الانجليزي. العريق والمثير دائما هنا مشهد كره القدم، وهنا قمه المنافسه بين الكبار في دوري لا يعرف الا التنافسيه والقوه في الاداء. هذه الاجواء الانجليزيه الرائعه، من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الاجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. هذه المباراة ينتظرها كل عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم. الدوري لا يحتاج إلى مقدمات، الكل يعرف قيمة البطولة ويعرف أن المنافسة هنا بلا حدود. في الفترة الأخيرة أصبح الدوري يضم أفضل المدربين وأفضل اللاعبين حول العالم، وهذا ما يجعله مثير لكل من يتابعه. دوري يجذب الاهتمام لأن حجم الفرق والتنافس والأسماء الموجودة تجعل من الصعب تجاهل ما يحدث هنا. أي عاشق لكرة القدم بالتأكيد يتابع ما يحدث في الدوري الأكثر شغفا حول العالم. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. ماتيو قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. الضغط اكيد كان سبب في فقدان الكره بسهوله، لكن عليهم تقديم المزيد في الملعب حتى لا يتكرر هذا الامر. محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، اعتقد مباراة مملة بسبب الحذر المبالغ فيه من الفريقين. هناك احترام لكن اسمح للقول المبالغ فيه بين الفريقين اثر على رتم المباراة بشكل عام. جوبو موتينغ يلعبها في المساحة، كرة تمر من الجميع. محرز فاشل في اختراق دفاع بكرة بينية. فودين يلعبها على اليمين، كرة أرضية، تشتيت الكرة. الآن إمكانية المرتدة، يلعب كرة على اليسار، جيمس ميلر. بداية هجمة كانت مباشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعون عدد المهاجمين. جيمس ميلر، محمد صلاح، ميلر يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. جوميز، طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. لا نشاهد فرق تقدمها وكل فريق أمام بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما الاستحواذ كأهم شيء، وكذلك حرمان الخصم من الكرة. إيمونو يلعب كرة بينية. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. بعد فرصة متاحة وخطيرة. نمبر 47 سكورز كومينغ أون تو 47 هيتس. نمبر 18 يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. روبرتو فيرمينو، كرة تعود للخلف. يكمل تفلس مهارات الكرة. سكورز محاولات
هي قليلة جدا على المرمى، طبيعي تكون نتيجة سلبية. لا أحد يريد الهجوم، غريب جدا أمر هذه المباراة مع طبيعة في هذه المباراة المنحدر، وكأن الكل لا يريد الهجوم ولا كل تمسك بهذه النتيجة. وكانت قوية ستكون هنا رمية تماس، قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا ميلنر. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير، يبحث عن المهاجم. تمريرة يسددها فيرمينو، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. نمرة 10 كينزلي كومان يلعب كرة عالية، ينجح المدافع فيرمينو. Substitution taking place. أضاع على فريق هدف. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يرسل الهدف على 18. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة، أمر لا نشاهده كثيرا. من المهم التركيز من اجل استغلال اي فرصه متاحه. كرة كانت في منتهى الخطوره، لكن الدفاع اليوم في جيمس ميلر يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، الكرة ملعوبة من المسافة. تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم، كثير من التمريرات.